السلام عليكم ورحمة الله، عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. أول خبر في هذا اليوم جورنال فير عنوانه: الرجاء يتحدى الغيابات ويبحث عن أول فوز خارج الميدان في مرحلة الإياب، وكتجه أنظار الجماهير الرجوية نحو مدينة واتزم مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المنتظر بين فريق الرجاء الرياضي ومضيف رجاء بن ملال برصد مؤجل جولة 16 من البطولة الوطنية الاحترافية. وكيسعى فريق الرجاء لمباغتة مضيف رجاء بن ملال بملعبه أمام جماهيره العودة بنتيجة الفوز اللي ضمن ليه أول 3 نقاط خارج الميدان في مرحلة الإياب، واللي غتخليه يبقى قريب من الفرق المقدمة ويواصل المنافسة على لقب البطولة الوطنية هذا الموسم. وكيخطط فريق الرجاء الرياضي العودة بنتيجة إيجابية من واتزم رغم سوء أرضية الملعب واللي كتخوف بزاف جمال السلامي مدرب الفريق من تعرض أحد اللاعبين للإصابة مع قرب المواجهة المهمة أمام فريق تي بي مازيمبي الكونغولي، خاصة أن جمال السلامي في هذا اللقاء استدعى جميع العناصر الأساسية للعب المباراة. حظ سعيد بنصر الخضر في لقاء اليوم وإن شاء الله الفوز وحصد 3 نقاط لمواصلة المشوار في البطولة الوطنية. صالحي غنلعب ضد الرجاء خارج غازا، لكن في غازا ما نقدرش. وفي حوار جرى اللاعب السابق لفريق الرجاء الرياضي والحالي رجاء بن ملال ياسين الصالحي بخصوص اللقاء اللي غيجمع الفريقين اليوم برصد مؤجل جولة 16 من الدوري الاحترافي، وقال الصالحي انه ما عندوش مشكل يلعب ضد فريق الام خارج الدار البيضاء، لكن في مركب محمد الخامس غيرفض يلعب ضد الرجاء الرياضي احتراما للجمهور الرجاوي والفتره اللي قضاها داخل الفريق والتوج خلالها مع النصر الخضر بعده القاب وطنيه. جدير بالذكر ان اللاعب ياسين الصالحي سبق ورفض اللعب امام فريق الرجاء الرياضي مركب محمد الخامس ملي كان كيحمل قميص فريق المغرب التطواني، بحيث حضر للملعب واعتذر للمدرب التطواني انذاك وصعد المنصه، وكان صرح لأحد المنابر الإعلامية أنه ما يقدرش يلعب ضد الرجاء فريق الأم أمام الجمهور اللي كان كيشجعه طيلة المسار اللي قضى مع الفريق. الرجاء يراسل العصبة الاحترافية ويطالب بهذا الأمر، وراسل نادي الرجاء الرياضي العصبة الاحترافية مطالبا بتأجيل مباراته أمام نهضة الزمامرة برسم جولة 17 من الدوري الاحترافي المقررة يوم الاثنين القادم، وبر مسؤولي الرجاء الرياضي طالبهم بالتغيير اللي طرا على موعد مباراة الفريق أمام رجاء بن ملال، بحيث تم تغيير موعد المباراة من يوم الخميس ليوم الجمعة، وذلك 24 ساعة فقط قبل موعد المواجهة اللي غيحتضنها الملعب البلدي بمدينة واتزم. وأكد فريق الرجاء العصبة الاحترافية أن خوض مباراتين في وقت وجيز من شأنه باش يأثر على استعدادات الفريق للمباراة اللي غتجمعهم بمازيمبي الكونغولي برسم ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكتنتظر الفريق الأخضر مواجهة هامة يوم الجمعة المقبل 28 فبراير أمام تي بي مازيمبي الكونغولي على أرضية مركب محمد الخامس، بحيث كيحتاج الفريق الأخضر للتركيز أكثر على هذه المواجهة من أجل تمثيل أفضل كرة القدم الوطنية في هذه المنافسة القارية. لهذا كيسعى مكتب الرجاء الرياضي لتأجيل لقاء نهضة الزمامرة قصد الاستعداد 4 أيام قبل اللقاء المرتقب أمام تي بي مازيمبي الكونغولي. ليماما بيدي قضيتي مع الرجاء بالفيفا وأتمنى التوصل لحل. وجه الدولي الكونغولي ليماما بيدي اللاعب السابق لفريق الرجاء الرياضي رسالة لمكتب جواد الزيات كيطالب فيها بصرف مستحقاته المالية، وشار ليماما بيدي أنه مازال ما توصل لحد توافقي مع مكتب الرجاء الرياضي لصرف مستحقاته المالية. وتابع مابيدي في حوار جاء مع أحد المنابر الإعلامية: القضية ديالي مع الرجاء الرياضي هي الآن بيد لجنة النزاعات تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، المحامي اللي وكلته للدفاع عليا في هذا الملف راسل مسؤولي الرجاء الرياضي في أكثر من مناسبة لكنه ما تلقى حتى رد. وزاد مابيدي الرجاء مطالب بدفع مستحقاته البالغة 276 مليون سنتيم، وأفاد لاعب الرجاء السابق: كنحترم نادي الرجاء الرياضي بزاف وكان لي الشرف أنني انتمي لهذا الفريق العريق، وكنحترم الجمهور الرجاوي اللي ساندني طيلة الفترة اللي لعبت فيها بقميص الفريق الأخضر، لكن كنتمنى باش نلقى حل لهذا المشكل حيت أنا رب أسرة وعندي مسؤوليات. يشار أن اللاعب ليماما بيدي انتقل لفريق صباي الأذربيجاني منتقلا من فريق الرجاء الرياضي. متولي يتسلم جائزة نصر شهر يناير، وأن الفريق الرجاء الرياضي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن تسلم صانع الألعاب وعميد الفريق محسن متولي جائزة نصر شهر يناير، وكانت جماهير الرجاء الرياضي اختارت عميد فريقها محسن متولي للتتويج بجائزة نصر شهر يناير الماضي بعد تصويت قامت به الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ووقع اختيار جماهير الرجاوية على اللاعب محسن متولي بعد تفوقه في التصويت على كل من عمر العرجون وعبد الرحيم الشاكر، وكان قائد النصر الخضر تألق بشكل كبير خلال الشهر الماضي بداية بمباراة مولودية العاصمة بالجزائر مرورا بمقابلة نهضة بركان واتحاد طنجة وصولا لمواجهة كل الترجي التونسي وشبيبة القبيل الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي ضمن دور المجموعات لعصبة الأبطال الإفريقية.
الحافظي يجدد العقد مع الرجاء الاسبوع المقبل. وفي تفاصيل الخبر، خرجت صفحه الدي دي ار على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتدوينه قالت فيها ان المفاوضات مع نجم الفريق عبد الاله الحافظي غدا في الاتجاه الصحيح. وذكرت الصفحه الرجاويه انه ما كيفصلش الحافظي على تجديد العقد مع الرجاء الرياضي سوى جزئيات بسيطه. واكدت الدي دي ار حسب مصادر موثوقه قريبه من مكتب الفريق الاخضر ان اللاعب الحافظي مع مرور رفض يجدد للرجاء الرياضي، وانما كيتفاوض حول قيمه العقد اللي منتظر باش يوقعوا مجددا مع النسور الخضر. وختمت الصفحه الرجاويه تدوينتها بانه من المنتظر باش يمدد الحافظي المقام ديالو بفريق الرجاء الرياضي في الايام القليله المقبله ويقطع الطريق على الفرق المتربصه باللاعب. جدير بالذكر ان الغريم التقليدي دخل على خط صفقه الحافظي وعرض مبلغ 600 مليون سنتيم مقابل توقيعه العقد مبدئي رفقه الفريق الاحمر في محاوله يائسه منه لرفع سومه اللاعب سوق الانتقالات الشتويه، خاصه ان مسؤولي الفريق الاحمر برئاسه سعيد الناصري عارفين مزيان ان الحافظي ما غيلعبش في البطوله الوطنيه الاحترافيه الا الفريق الرجاء الرياضي، علما ان اللاعب توصل بعروض مغريه ايضا من دول الخليج. وكيراهنوا مسؤولي الرجاء الرياضي على تسويه الوضعيه الماديه لعبد الاله الحافظي من اجل اقناعه بتمديد عقده رفقه الرجاء الرياضي قبل دخول الفريق الاخضر منعرج حاسم في مسابقه البحث على اللقب في دوري ابطال افريقيا وكاس محمد السادس للانديه العربيه البطاله. فحوصات طبية جديدة لتحديد موعد عودة نجم الرجاء، وقرر الطاقم الطبي لفريق الرجاء الرياضي إخضاع ميسر الفريق محسن متولي لفحوصات طبية جديدة ليوم الجمعة من أجل التأكد من تعافيه كليا من الإصابة اللي كان تعرض لها في مباراة الفريق الأخضر أمام فريق مولودية الجزائر برسم إياب ربع نهائي البطولة العربية للأندية البطالة. وكيخضع الطاقم الطبي لفريق الرجاء الرياضي محسن متولي لبرنامج علاجي مكثف كيجمع بين حصص للترويض وحصص اخرى لتقويه العضلات باش يكون جاهز للعوده سريعا لتدريب الفريق الاخضر. ويشار ان محسن متولي تعرض لاصابه في مباراه مولوديه الجزائر برسم اياب دور ربع نهائي كاس محمد السادس الانديه العربيه البطاله، بحيث من نهار غاب على الفريق معمر النسور الخضر حققوا نتيجه ايجابيه في ثلاثه المباريات الاخيره اللي نهزم فيهم الرجاء كاملين بنتيجه هدف لصفر. بودريقه للوداديين اللي غلب اف كما قال السلامي. وفي تفاصيل الخبر، خرجت مؤخرا مجموعه من الصفحات الوداديه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كتقول ان المحكمه المدنيه حكمت لصالح محمد بودريقه في الدعوه ديالو ضد المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي من اجل مستحقاته الماليه العالقه منذ 5 سنوات. وضافت ان مكتب الرجاء الرياضي برئاسه جواد الزيات بات مطالب بتسديد 1.2 مليار سنتيم لمحمد بودريقه، خبر اللي كذبوا الرئيس السابق بودريقه عبر حسابه الرسمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وكتب بودريقه تدوينه في هذا الخصوص وقال فيها بالحرف: لاحظت مواقع كثيره خاصه بانصار الوداد كتكتب اخبار مغلوطه وكتثير السخريه، كنقول لكم اللي غلب يعف كما قال المدرب جمال السلامي. جدير بالذكر ان بودريقه بالفعل كيطالب بمليار سنتيم لكن ما عمره دفع دعوه على فريق الرجاء الرياضي، وكيحاول يتوصل اتفاق مع المكتب الحالي برئاسه جواد الزيات يقدم توصله بالمستحقات ديالو. السلامي اتمنى اكتمال صفوف الرجاء قبل مواجهه تي بي مازيمبي. وكشف جمال السلامي مدرب فريق الرجاء الرياضي ان اهم شيء للرجاء في مواجهه تي بي مازيمبي الكونغولي هو استعاده اللاعبين المصابين، وضاف ان الفريق الاخضر كان كينتظر مواجهه قويه. واكد جمال السلامي ان ممثل الكونغو الديمقراطيه في العصبه الافريقيه فريق قوي وكيتوفر على مقومات الفرق البطاله وكذلك الرجاء، وتمنى باش يكون الفريق الاخضر مكتمل الصفوف ملي غيواجه تي بي مازيمبي الكونغولي الاسبوع المقبل. وعبر مدرب الرجاء الرياضي على القلق ديالو بخصوص الاصابات اللي ولاو كيتعرضوا لها لاعبي الفريق مؤخرا واللي نهات الموسم الرياضي لمحمد دويك ومحمود بن حليم، بحيث كان كيعول السلامي بزاف على هذا الاخير كسلاح هجومي بحكم ان الفريق كيعاني بزاف في هذا الجانب. وقال السلامي انه كينتظر بفارغ الصبر عوده محسن متولي وعبد الاله الحافظي للمجموعه الرجاويه قبل اللقاء المهم اللي غيجمع النسور الخضر بفريق تي بي مازيمبي الكونغولي، احد اهم مباريات الموسم بالنسبه للرجاء الرياضي لمواصله المغامره بدوري ابطال افريقيا. مدرب مازيمبي اخاف الرجاء في لومومباتشي وليس في الدار البيضاء، وقال بامفيل مياهيو مدرب تي بي مازيمبي الكونغولي ان مباراته ضد الرجاء الرياضي الاسبوع المقبل كتعتبر من بين اقوى مواجهات ربع نهائي عصبه الابطال الافريقيه واللي غتجرى مباراه الذهاب في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء يوم 28 فبراير الحالي. وعرب مدرب مازيمبي في تصريح ليه بعد المباراه اللي فاز فيها فريقه على ضيفه الجمعيه الرياضيه سيمبا برسم مرحله الاياب في البطوله الوطنيه في جمهوريه الكونغو الديمقراطيه ان الرجاء الرياضي كيتعتبر من بين اقوى الانديه القاريه اللي كيحقق نتائج جد ايجابيه خارج قواعده، الشيء اللي غيأجل ورقه الحسم في التاهل الى حين اجراء مباراه اياب في لومومباتشي. ووضح بامفيل مياهيو
أن فريقه مطالب بالتركيز جيدا خلال مباراة الذهاب وبشكل أكبر خلال مباراة الإياب، حيث الرجاء كيكون أكثر خطورة خارج ملعبه، وهذا المعطى كتأكدوا الأرقام والإحصائيات بحسب تعبيره. وضاف ياريو بأن أفضلية ملعب الجمهور غتكون مهمة في مباراة الإياب أمام خصم كيتميز بخبرته الإفريقية، ما غيجعل فريقه مطالب بأخذ الحيطة والحذر مع ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في الذهاب لتأمين مباراة العودة بأقل الحسابات. كان هذا آخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلاقاوكم بأخبار رجوية جديدة إن شاء الله. يبان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آراءكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءة.